السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور علا عبد التواب، أستاذ مساعد الهيستولوجي. إن شاء الله محاضرتنا النهاردة هتكون عن الكروموسومز. اتكلمنا قبل كده عن النيوكليوس وشرحناها بالتفصيل، واتكلمنا عن الكومبوننتس بتاعة النيوكليوس ووظيفة النيوكليوس، وكل كومبوننت من الأربع كومبوننت بتاعتها بتعمل إيه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكروموسومز، وزي ما احنا متعودين ان في اي محاضره لازم بنعرف الليرنينج اوبجكتيفز بتاعه المحاضره بتاعتنا، واتفقنا قبل كده ايه الليرنينج اوبجكتيفز ديت، يعني ايه الغرض من المحاضره بتاعتنا او الحاجات اللي لازم اطلع اكون عارفاها من المحاضره ديت. اول حاجه ان انا ابقى عارفه النمبر بتاعه الكروموسومز في الخلايا بتاعتي، وعندنا نوعين من الخلايا، سوماتيك سيلز وجيرمال سيلز او اللي هي اللي بنسميها الجاميتس. تاني حاجة ان انا ابقى عارفة الجنرال فيتشرز بتاعت الكروموسوم، يعني الكروموسوم بيتكون من ايه. تالت حاجة ان احنا بنبقى عارفين ان الكروموسومات بيحصل لها اوردرينج، والاوردرينج ديت بتدخل في شوية مراحل، ان الكروموسومات دي اساسا كانت كبيرة جدا، وبيحصل شوية مراحل بتمر بيها الكروموسومات ديت عشان توصل للحجم الصغير وتقدر تتخزن جوه النيوكلياس بتاعت الخلية. يبقى دوت بنسميه الستيبس بتاعت الدي ان ايه باكينج تو فورم الكروموسوم. اخر حاجه معانا ان احنا نعرف ايه الكاريوتايبنج. الكاريوتايبنج دي الميثود اوف ستادينج اوف ذا كروموسومز. وزي ما احنا متفقين ان احنا عندنا في شويه اسئله كده، دي احنا بناخدها بعد كل محاضره، والأسئلة دي بنحاول إن احنا بنقيس بيها مقدار فهمنا واستيعابنا للمحاضرة دي. تمام؟ طيب أول حاجة معانا إيه الكروموسومز ديت وإيه تركيبها. زي ما احنا شايفين كده، ده منظر عام، زي ما احنا شايفين كده ده منظر عام للكروموسوم، واعتقد ان يعني اغلبنا عارفه او كلنا درسنا الكروموسومز دي في اعدادي وثانوي، وعارفين الشكل بتاعها اللي هي الفردتين دول او الدراعين اللي بيتكون منها الكروموسوم. طيب لو حبينا نتكلم كده علميا بقى، الكروموسوم ده عباره عن ايه؟ الكروموسوم دوت عباره عن كويل دي ان ايه مولكيول. يبقى الدي ان ايه وبيتكون من كذا اوردر، وبيتكون من مراحل متعدده، وبيحصل له كويلينج. يعني ايه كويلينج؟ يعني بيتلف قوي جامد حوالين بعضيه علشان يتخزن جوه النيوكليوس. يبقى الكروموسومز ده عباره عن الايه؟ عباره عن الكويل دي ان ايه، وهي اللي كاري الجينيتك انفورميشنز بتاعت الجسم كله. ودي قلناها المره اللي فاتت ان انا عندي النيوكليوس فيها كروماتين، والكروماتين دي المادة اللي بتكون الكروموسومات، والكروموسومات عليها الجينز اللي بتحدد خصائص الجسم بتاعتي كلها. طيب الكروموسومات عادة بتبقى لوز، يعني ايه مفكوكة كده من بعضيها، علشان كده مش سهل ان انا اقدر ادرسها او اميزها او ادرس التركيب او ادرس الانواع بتاعتها المختلفة. يبقى معروف ان الكروموسومز structure is loose and indistinguishable only in the stage of cell division. Only in the stage before the cell divide. احنا عندنا الميتوزيس عبارة عن أربع مراحل، البروفيز والميتافيز والأنافيز، البروفيز والتيلوفيز والميتافيز والأنافيز. تمام؟ طيب عندنا المراحل بتاعة الميتوزيس، اقدر اكتر حاجه اقدر ان انا اعمل ستادنج للكروموسومات بتاعتي هي مرحله الميتافيز. ليه؟ بيبقى الكروموسوم كومباكت، يعني متماسك وعلى بعضه. ثانيا ما حصلش ديفيجن. لما بيحصل عندي ديفيجن، انا عندي الكروموسوم بيتكون من دراعين، ادي دراع وادي دراع. لما بيحصل عندي ديفيجن في النقطه دي او الكونستراكشن اللي ما بين الدراعين دول، بيحصل عندي ديفيجن، وكل فردة من الكروموسوم بتروح لحتة. تمام؟ كل فردة من الكروموسوم دي بتروح لحتة أو بتروح لخلية. في الميتوزيس معروف إن الخلايا بتنقسم وبتتكاثر عن طريق الميتوزيس، فلما بيحصل السيل ديفيجن في الميتوزيس في آخر مرحلة
بيحصل انقسام للكروموسوم، وكل فردة من دول بتروح لحتة. أنا بقى عايزة الكروموسوم وهو كامل، وفي نفس الوقت الكروموسوم يبقى كومباكت ومتماسك. أنهي مرحلة من مراحل الميتوزيس؟ مرحلة الميتافيز. يبقى نحفظها كده مع بعضينا، إن أنا بعمل ستادنج للكروموسومات إمتى يا دكتورة؟ في مرحلة الميتافيز أوف ميتوزيس، تمام؟ طيب ناخد فكرة بقى عن أنواع الكروموسومات وأنواع الخلايا اللي موجودة عندنا في جسمنا. أنا عندي أنواع الكروموسومز، وعلشان لما قلنا في الـMCQ أو في الأسئلة أوتوسوم أو سكس كروموسوم. الأوتوسوم موجود فين؟ موجود في السوماتيك سيلز. السكس كروموسوم موجود فين؟ موجود في الجيرمينال سيلز أو الجاميتس، في الجاميتس. الأوتوسوم يعني إيه يا دكتورة؟ أو يعني إيه السوماتيك سيلز؟ دي كل خلية عندي في جسمي، خلية العين، خلية الجسم، خلية الكبد، أي سيل في الجسم بنسميها السوماتيك سيل، ودي اللي بتحتوي على الأوتوسوم. أمال إيه السكس كروموسومز؟ دول اللي موجودين في الجاميتس، والجاميتس دول عبارة عن خليتين موجودين في منطقتين معينين بس، اللي هما يا إما السبيرم اللي هو موجود في التستس، يا إما الأوفا اللي موجودة في الأوفري. الجاميتس اللي هي موجودة في الأعضاء التناسلية، في العضو الذكري بتاع الميل والعضو الأنثوي بتاع الفيميل، تمام؟ هم دول بس اللي بيحتوي على السكس كروموسومز، وهم دول الخلايا التناسلية اللي هي الجاميتس. طيب أي خلية في جسم بتحتوي على قد إيه من الكروموسومات؟ 23 بير، 23 بير أوف كروموسوم، يعني كام؟ يعني 46 كروموسوم. يبقى أي خلية عندي في جسمي من السوماتيك سيلز، من السوماتيك سيلز، والسوماتيك سيلز اتفقنا إن هي أي خلية غير الجاميتس، يعني خلية العين، خلية الجلد، خلية الليفر، أي خلية تحتوي على 23 بير أوف كروموسومز. طيب لما يقول لك يعني إيه هومولوجس كروموسوم؟ زي ما إحنا شايفين كده، ده كاريوتايبنج، أو عبارة عن كاريوتايبنج بعمل بيه ستادينج لأنواع الكروموسوم. لو نلاحظ هنا هنلاقي ان كل اتنين كروموسوم واقفين جنب بعضيهم. طيب ايه الهومولوجس كروموسوم؟ الهومولوجس كروموسوم ده عبارة عن كروموسومات او بير من الكروموسومات، يعني اتنين من الكروموسومات ليهم the same structure, the same genetic material and the same structure, the same length, the same features and برضو transcript the same genetic material، يعني بيحملوا نفس الجينات، تمام؟ يبقى انا عندي ايه الهومولوجس كروموسوم؟ يعني الكروموسومز التوأم، كل اتنين كروموسومز توأم او اخوات بيقفوا جنب بعضيهم في الكاريوتايبنج اللي احنا بنتفرج عليه دوت. الكاريوتايبنج اللي قدامنا في الصورة دوت هو اللي فيه الهومولوجس كروموسومز. وتعريف الهومولوجس كروموسومز ده ايه؟ ده عبارة عن كروموسومات بير اوف كروموسوم، يعني اتنين اخوات ليهم نفس اللينس من الدي ان ايه، نفس الطول الشريط بتاع الدي ان ايه، ليهم نفس الاستراكشر وبيحملوا نفس الجينز، تمام؟ طيب الكروموسوم قلنا الكروموسومات عباره عن 23 بير، ديت اللي هي الكروموسومات العاديه اللي بنسميها سومات الكروموسوم. اما السكس كروموسوم يا اما اكس او واي، فالفيميل بنسميها اكس اكس او الميل بنسميها الاكس واي. تاني إعادة للي احنا قلناه، إن أنا عندي الهيومن سيلز، أي هيومن سيل؟ الهيومن سيل أو السوماتيك سيلز، كروموسومز أوف سوماتيك سيلز، بتحتوي على 46 كروموسوم، يعني 23 بير، يعني دايبلويد نمبر، يبقى نقول 46 كروموسوم، 46 كروموسومز، أو 23 بير، أو دايبلويد نمبر، التلاتة ينفعوا معانا، يبقى الكروموسومز أوف ذا سوماتيك سيلز أو أي human cells زي السكين أو الإير أو الليفر سيل أو الآي سيل بتحتوي على 46 كروموسوم، 46 كروموسوم، أو 23 pairs of chromosomes أو diploid number. وتاني ده تعريف الهومولوجس كروموسوم، أهو معانا تعريف الهومولوجس كروموسوم. الهومولوجس كروموسوم اللي انا بحط عليه خط دوت، هومولوجس كروموسوم مين؟ ذا ممبر اوف ايتش بير اوف اوتوسوم،
ليه هذا سيم لينس اوف دي ان اي اند كول ذا سيم بروتين. يبقى هوموجينس كروموسوم يعني ايه؟ عندنا ديفينيشنز. دي عباره عن ممبر اوف اتش بير اوف اوتوسوم او بير من الكروموسومات ليهم ذا سيم لينس اوف دي ان اي اند كول ذا سيم بروتين. ادي الهوموجينس كروموسوم، ادي شايفين، شايفين المنظر، ادي الهوموجينس كروموسوم سيم سايز سيم شيب كاري جينز كاري ذا سيم جينز. يبقى ادي الهوموجينس كروموسوم تاني ذا سيم سايز ذا سيم شيب اند ذا كاري ذا سيم هوموجينس كروم ذا سيم جينز. طيب نيجي بعد كده تاني، يعني ايه دايبلويد؟ دايبلويد نمبر يعني كومبليت سيت اوف كروموسوم، يعني ال 23 بير او ال 46 وبنرمز ليها بالرمز 2 ان كابيتال. 2 ان كابيتال، يبقى في الهيومن انا عندي 2 ان كابيتال او 46 كروموسوم او بنقول عليهم 23 بير. طيب امال الهابلويد يعني ايه؟ انا هنسمع كلمه هابلويد. يعني ايه هابلويد؟ يعني سنجل كروموسوم، يعني 23 بس. يبقى لما اقول ان اي خلية في جسمي بتحتوي على 23 بير او 46 كروموسوم او 2 ان يعني دايبلويد. امال الجاميتس؟ الجاميتس قلنا ان هي اما السبيرمي اما الاوفا، بتحتوي على ايه؟ على هابلويد نمبر. هابلويد نمبر يعني 23 كروموسوم بس، مش 46 ومش 23 بير، 23 كروموسوم. يبقى لما اجي اقارن ما بين السوماتيك سيلز وما بين الجاميت سيلز، السوماتيك سيلز بتحتوي على دايبلويد نمبر، الجاميت سيل بتحتوي على هابلويد نمبر. السوماتيك سيلز بتحتوي على 46 كروموسوم اما الـ او 23 بير، اما الجاميت بتحتوي على 23 كروموسوم بس. تمام؟ طيب تاني برضو اعاده، دايبلويد نمبر معناها فول نمبر اوف كروموسوم ان ذا سيلز اللي هم ال 46، امال هابلويد نمبر معناها هاف نمبر اوف كروموسوم اوف ذا سيل. يبقى من هنا نعرف ان السوماتيك سيلز تحتوي، عشان لما تجيلنا في الام اس كيو بتحتوي على فول نمبر اوف كروموسوم، امال الجاميتس بتحتوي على ايه؟ هاف نمبر اوف كروموسوم، 23 بس. طيب نيجي بعد كده تاني اعاده تاني للكلام، كروموسومز اوف جونادال سيلز. ايه الجونادال سيلز؟ اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الجاميتس، اللي هم السبيرم سواء كان في التستس والاوفا او الاوسايت الموجوده في الاوفري، بتحتوي على هابلويد نمبر اوف كروموسوم 23 بس، وقلنا ان هي بنسميها ان كابيتال. طيب الاستراكشر بقى بتاع الكروموسوم، الاستراكشر بتاع الكروموسوم، اي كروموسوم بيكون من فرتتين من الكروماتيد. يبقى انا عندي الكروموسوم خدناه كامل في اول صوره معانا، ادي عندنا ادي الكروموسوم اهو قسمناه، الكروموسوم كان كامل في الصوره بتاعتنا كان بيتكون من اتنين فردتين من الكروماتيد. كروماتيد مش كروماتين، الكروماتين دوت ده اللي خدناه المره اللي فاتت في النيوكليس، لكن الكروموسوم بيكون من تو ارمز او فردتين من الكروماتيد بالدي. تمام؟ بتتصل بايه؟ بتتصل بكونستريكشن في النص بنسميه السنترومير. يبقى التو او اي كروموسوم كامل، الكروموسوم الكامل بيتكون من فردتين من تو ارم بنسميهم الكروماتيد، بيتصلوا في النص ببرايمري كونستريكشن. برايمري كونستريكشن اهو نعلم لكم عليه، البرايمري كونستريكشن ده اهو اهو، البرايمري كونستريكشن دوت اللي احنا بنسميه السنترومير. يبقى ادي ادي وان ارم، ادي عباره عن فرده دي من الكروماتيد، وكان في فرده تاني زيها لكن ايه احنا فصلناهم في ايه اتاتشت فين؟ في النص ببرايمري كونستريكشن بنسميه ايه؟ بنسميه السنترومير. طيب في بعض الكروموسومات بيقول لك ده في عدد معين من الكروموسومات اللي هم رقم كام؟ في عدد خمسة كروموسومز اللي هم بيظهر فيهم في طرف او وان ارم من الكروماتيد، بيظهر عندي
اختناق تاني بنسميه السكندري كونستريكشن، واهو اللي انا هعلم لكم عليه بالازرق اهو، ادي السكندري كونستريكشن. يبقى انا عندي فيه خمسه، انا عندي الكروموسومز كام؟ 46 كروموسوم او 23 بير شبه بعضيهم. عندي فيه خمس ارقام من الكروموسومات او خمسه تايب اوف كروموسومات فيها سكندري كونستريكشن اهو اللي انا شاورنا عليه دوت. نمسحه ونعيد تاني اهو، اهو سكندري كونستريكشن اللي احنا شاورنا عليه ده. السكندري كونستريكشن دوت اتاتشت بيه، اتاتشت بيه شيء صغير دي بنسميه ساتلايت، تابع ساتلايت. زي مين؟ زي التوابع، التوابع اللي بتيجي بعد الزلزال، او زي ايه اي التابع بتاع اي حاجه بنسميه ساتلايت. تمام، يبقى كونستريكشن بنسميه سكندري، لان انا عندي البرايمري كونستريكشن هنا عند السنترومير في خمسة من الكروموسومات، هنقول أرقامهم دلوقتي، بتحتوي على السكندري كونستريكشن واتاتش بيها الساتلايت. يبقى الكروموسوم بيتكون من فردتين كروماتيد، كروماتيد اتاتش ببعضيهم في البرايمري كونستريكشن اللي هو ده اللي هعلميه بالأحمر بنسميه سنترومير. في خمسة من الكروموسومات فيها سكندري كونستراكشن، فيها سكندري كونستراكشن بنسمي واتاتش بيها تابع بنسميه الساتلايت. تمام، طيب ادي الجنرال فيتشر اوف كروموسومز قلناها. بعد كده تايبس اوف كروموسومز. عندنا الكروموسومز بقى من ناحيه الشكل، من ناحيه الشكل الكروموسومات بتنقسم لايه؟ ليه من ناحيه الشكل بتنقسم في الميتافيز او في الانافيز اكوردنج تو للبوزيشن بتاع السنترومير لاربع انواع. لما اجي اقول لك انيوريت تايبس اوف كروموسومز اكوردنج تو ذا شيب، هنقول تيلوسنتريك، سب ميتاسنتريك، ميتاسنتريك ستريت اور اكروسنتريك. يبقى بنقسمها امتى يا دكتوره؟ الكروموسومات في الميتافيز او الانافيز ستيج اوف ميتوزيس بنقسمها depending on ايه؟ depending on the position of centromere. وقلنا السنترومير ده ايه؟ ده البرايمري كونستراكشن، المكان اللي بيحصل فيه attachment between two chromatids عشان تدينا كروموسوم كامل، عشان تدينا كروموسوم كامل. تمام؟ طيب ايه انواع او types of chromosomes؟ عندنا احنا types of chromosomes تيلوسنتريك، سب ميتاسنتريك، ميتاسنتريك وستريت او اكروسنتريك. طيب دي رسمة توضيحية، ودول الاربع انواع بتوعنا، عايزين يا دوبك سطر في كل نوع. ادي النوع بتاعنا، ادي النوع بتاعنا الاولاني اللي هو التيلوسنتريك كروموسوم. شايفين السنترومير موجود فين؟ اهو هنشاور، نستخدم الوان علشان نشاور وليكن ادي لون احمر. شايفين السنترومير موجود فين؟ في الطرف فوق خالص اهو، ده مكان السنترومير اللي انا شاورت عليه في الاحمر بالاحمر. يبقى كروموسومز having the centromere at the end، ده التيلوسنتريك وادي شكله. يبقى اول نوع عندي تيلوسنتريك، التيلوسنتريك دي كروموسومز having the centromere at the end اهو اللي احنا مشاورين عليه بالاحمر. طيب تاني نوع السب ميتاسنتريك، السب ميتاسنتريك دي بتكون ان ايكوال ارم، ادي ارم وادي ارم. قلنا ان احنا عندنا الكروموسومز بيتكون من تو ارمز بنسميهم الكروماتيد، هنعيد ونزيد تاني اهم، ادي ارم وادي ارم واتاتشد مع بعضيهم بالكونستركشن اللي في النص اللي اسمه ايه؟ السنترومير. عندي unequal arm، unequal arm ودي بنسميه submetacentric، submetacentric. ادي arm قصير اللي هو فوق نشاور عليه اهو بالموف، arm قصير اهو اللي هو فوق، وarm طويل تحت اللي هو اهو تحت. تمام اهو arm اهو بالاسود تاني، arm قصير فوق وarm طويل تحت وبنسميه السب ميتاسنتريك. مين اللي قسمهم كده؟ السنترومير. طيب السنترومير بقى عندي في النص بالظبط اهو، هنشاور عليه بالاحمر. السنترومير جه بقى عندي في النص بالظبط، انا مشاوره عليه.
فادانا بقى الكروموسوم اللي ليه ايكوال ارمز، تو ايكوال ارمز، وده بنسميه الميتا سنتريك كروموسوم. ميتا سنتريك كروموسوم ده اللي السنترومير بتاعه في النص بالظبط، فبيتكون من تو ايكوال ارمز، يبقى دراعين نفس الطول، وده بنسميه الميتا سنتريك. الاكروسنتريك بقى او الكلاب شيب دي كروموسوم، ده ليها فيري شورت ارم وفيري لونج ارم. اهو اكروسنتريك فيري شورت وفيري لونج. نفرقه ازاي عن السب ميتا سنتريك؟ لان هنسال السؤال دوت، هنقول ما انا كان عندي واحد اسمه سب ميتا سنتريك وكان فيه برضو ان ايكوال ارمز، لا ان ايكوال، لكن واحد طويل وواحد طويل شويه. اهو اهو السب ميتا سنتريك ان ايكوال ارمز برضو، لكن عندي واحد طويل وواحد اطول منه، تمام. امال الاكروسنتريك بقى بيختلف عنهم ايه؟ ان انا عندي واحد، انا اهو هنرسم بالموف، واحد شورت خالص فيري شورت وواحد فيري لونج، تمام. يبقى انا عندي السب ميتا سنتريك واحد طويل وواحد اطول منه، لكن اما بقى في الاكروسنتريك عندي واحد شورت فيري شورت وواحد فيري لونج. الميتا سنتريك الاتنين قد بعضيهم، التيلوسنتريك لا ما عنديش هو ارم واحد او مش ارم واحد، هو عندي السنترومير موجود فوق خالص في الاند بتاعت الكروماتين، السنترومير موجود في الاند بتاعت الكروماتين، يبقى تيلوسنتريك السنترومير موجود في الاند بتاعت الكروماتين. سب ميتا سنتريك عندي ان ايكوال ارمز، واحد طويل وواحد اطول. الميتا سنتريك السنترومير موجود في النص بالظبط، ادالا 2 ايكوال ارمز، 2 ايكوال ارمز. اما الاكروسنتريك عندي فيري شورت وفيري لونج ارم، تمام. طيب دي ان ايه باكينج تو فورم كروموسومز؟ الدي ان ايه باكينج عشان فورم الكروموسوم، دي ايه؟ دي تبع ال دي تبع تركيب الكروموسومات، ان انا عندي الكروموسوم بيكون من 2R وفيه كونستريكشن، اللي احنا الكلام اللي قلناه من بدري ده ان فيه كونستريكشن. الكونستريكشن ده بنسميه البرايمري كونستريكشن او السنترومير او السنترومير، تمام. السنترومير بتبقى ترانزبيرنت، وفي المنطقة بتاعت السنترومير دي بتبقى ترانزبيرنت especially الا لو في حتة صغنونة بس هي اللي مش ترانزبيرنت، بنسميها السمول جرانيول، السمول جرانيول او الاسفريول، تمام. some chromosomes have secondary constriction، ده اللي قلنا عليه اللي فيه الساتلايت. some chromosomes have secondary constriction اللي هم ارقام كام اللي بتحتوي على، يبقى الكروموسومز اللي بتحتوي على السكندري كونستريكشن مين هم؟ 13 و14 و15 و21 و22. يبقى انا عندي كان في برايمري كونستريكشن اللي هو بتاع السنترومير، وكان ترانزبيرنت ما عدا حته صغيره بس اسمها السمول جرانيول او السفريول. في سام كروموسومز بتحتوي على سكندري كونستريكشنز، تحتوي على سكندري كونستريكشنز اللي هم ارقام كام؟ 13 14 15 21 و22، بنسميهم ايه؟ النيوكليولر اورجانيزرز. طيب نيجي بقى الدي ان ايه باكينج. الدي ان ايه باكينج او المراحل اللي بيمر بيها الشريط الدي ان ايه علشان يعمل لي ايه؟ علشان يعمل لي الكروموسوم الكامل. اول حاجه عندي ده شريط الدي ان ايه اللي هو الدبل هيليكس، او الشريط بتاع الدي ان ايه الدبل هيليكس اللي خدناه زمان، اللي هم شريط الدي ان ايه اللي بيتكون من فرمنتين وبنسميه 2 نانومتر فايبر. 2 نانومتر فايبر. يبقى اللي انا عايز اعرفه اول مرحله معايا شكلها ايه واسمها ايه. يبقى الباكينج بتاع الدي ان ايه ازاي شريط الدي ان ايه الصغير دوت فضل يكبر يكبر لغايه ما ادانا الكروموسوم اللي تحت خالص دوت، الكروموسوم اللي تحت خالص دوت. اول حاجه ان انا عندي شريط الدي ان ايه الدبل هيليكس ده اللي هو فردتين ولافين على بعض وبنسميهم 2 نانومتر فايبر،
تمام. طيب بعد النانوميتر فايبر ده ادي اسمها اهو جنبيها، في عندي بقى الشريط الدي ان ايه دوت لف على كعبيره كده بنسميها النيوكليوسوم. اهو شايفين ادي النيوكليوسوم مشاورين على تحتيها اهو، وادي النيوكليوسوم وادي النيوكليوسوم اهو. يبقى شريط الدي ان ايه لف على كعبيره كده، هناخدها دلوقتي بنسميها النيوكليوسوم. النيوكليوسوم دي بتتكون من 4 هيستون، من 4 بيزك بروتين بنسميها الهيستون، تمام. يبقى الكعبيره كده، يبقى شريط الدي ان ايه لف على كعبيره كده او الكوره دي بنسميها النيوكليوسوم، وبقيت كل حته دي ان ايه كل شريط دي ان ايه لافف على حته نيوكليوسوم، فبتدينا شكل البيد ابيرنس. يعني ايه بيد ابيرنس؟ زي شكل السبحه، بنسميها ايه 11 نانومتر فايبر، 11 نانومتر فايبر. طيب كذا سبحه بقى ولفوا بقى ايه على بعضيهم باجد نيوكليوسوم، يبقى كذا سبحه وراحوا لافين على بعضيهم. ادي سبحه اهي واحده، وبعد كده بقى هنا في ايه اللي حصل، ان انا عندي كذا سبحه، ادي اللي انا اهو نشاور عليها اهو، هنا كانت سبحه واحده، يبقى شريط الدي ان ايه لافف حوالين النيوكليوسوم وبيدينا سنجل بيد الابيرنس اللي بنسميه 11 نانومتر فايبر. طيب عادي بقى كذا سبحه ولفوا حوالين بعضيهم بنسميها 30 نانومتر فايبر، نحفظ الاسامي دي كويس خالص، تمام. طيب حصل بقى ايه، حصل سيفل اورجانيزيشنز، سيفل اورجانيزيشنز في النيوكليوسومز دي اللي لفت حوالين بعضيها، شويه الكروموسومز اللي لفت حوالين بعضيها ديت ادتنا شريط كده ملفوف كده حوالين بعضيه، وبنسميها لوبز من من الكروماتين. اللوبز بتاعت الكروماتين ادي لوبز اهي من البيد الابيرنس، ادتنا المنظر دوت ولفت حوالين بروتين سكافولد. يعني ايه بروتين سكافولد؟ يعني زي اكزيال بروتين كده، جه بروتين كده في النص وهم الشريط راح لافف حواليه، تمام. يبقى اول ما بيظهر عندي البروتين سكافولد اللي بيلف حواليه اللوبس بتاعت الدي ان ايه بنسميه 30 300 نانومتر فايبر. يبقى ادي شويه سبح او شويه نيوكليوسومات، سلاسل من النيوكليوسومات من غير بروتين سكافولد بنسميها 30 نانومتر فايبر. السلاسل دي لفت اكتر، اتعقدت اكتر حوالين بعضيها، حصل لها مور اورجانيزيشن، مور اورجانيزيشن، ولفت حوالين بروتين سكافولد، يعني هيكل من البروتين، هيكل من البروتين نسميها 300 نانومتر فايبر. طيب حصل بقى ترانسكريبشن بقى للبروتين للايه للدي ان ايه بتاعي دوت، بقى فيه منه جزء مفكوك بنسميه اليوكروماتين انكويلد، وخدناه المره اللي فاتت في تكوين في الكروموسومز في الكروماتين اللي موجود جوه النيوكليس، قلنا في جزء من الكروموسومات بيبقى انكويلد واكتف بنسميه اليوكروماتين، في جزء من الكروموسومات لف او كويلد حوالين بعضيه بنسميه الهيتيروكروماتين اهو اللي انا مشاور عليه ده اهو. يبقى دوت الجزء الكويلد اللي هو ايه لف او حوالين بعضيه ان اكتف بنسميه الهيتيروكروماتين، في جزء بقى مفكوك او انكويلد بنسميه اليوكروماتين. اول ما يبتدي بقى الشريط بتاع الدي ان ايه يبقى جزء يوكروماتين وجزء هيتيروكروماتين نسميه 700 نانومتر فايبر. اخر حاجه معانا الكومبليت كروموسوم، شايفين اهو ادي الفردتين بتوع الكروموسومز واتاتشد بالسنترومير في النص بنسميه 1400 نانومتر فايبر. يبقى تاني لما كان شريط دي ان ايه دبل هيليكس بس كنا بنسميه 2 نانومتر فايبر، جت كعبيره او ايه كوره من النيوكليوسومز والدي ان ايه لف حواليها، لكن سنجل ستراند شريط واحد بنسميه 11 نانومتر فايبر، سيفرال ستراندز من الايه من البيد الابيرنس دوت بنسميه 30 نانومتر فايبر. حصل مور كومبليكيشنز ومور لوبس اتكونت عندي واتاتشت ببروتين سكافولد نسميها 300 نانومتر فايبر.
الكروماتين بقى ابتدى بقى ايه يتاكتف شويه، اكتفوا ومفكوكين بنسميه كروماتين، شويه هاي كويلد هايلي كويلد وان اكتف بنسميه الهيتروكروماتين. الكروموسوم بقى هايلي باكت وخد الشكل النهائي بتاعه اللي هو اتنين فردتين من الكروماتيد واتاتشت بيه سنترومير عندها في النص، سنترومير في النص ده بنسميه 1400 نانومتر فايبر. يبقى ده الكلام اللي احنا قلناه ان several orders of DNA backing occur in the chromatid. فاول حاجة بيجين باتنين نانومتر DNA double helix followed by association للدي ان ايه مع بروتين هيستون اللي هي الكعبيرة دي اللي بنسميها النيوكليوسوم بنسميه 11 نانومتر فايبر. وكونكتد مع الدي ان ايه بيدز اور سترينج اللي هو شبه ايه السبحة. النيوكليوسومز اتاتشد مع بعضيها وكومباكت بتبقى 30 نانومتر فايبر. وبعد كده فور ترانسكريبشن بيحصل مور لوبس من الدي ان ايه، مور لوبس من الدي ان ايه بنسميها اللي هي 300 نانومتر فايبر. ده تركيب النيوكليوسوم. يبقى علشان نقول ايه النيوكليوسوم ده، ده الفانكشنال يونت اوف ذا كروموسوم. ايه تعريف النيوكليوسوم؟ It is a functional unit of the chromosome. بيتكون من ايه يا دكتورة؟ بيتكون من كور اوف 8 هيستون اوف 8 بيزك بروتين بنسميها الهيستون. ادي كور من 8 مولكيول من البيزك بروتين بنسميها الهيستون. اربعة فوق جت منين التمانية دي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة فوق وفي اربعة تحت، واحد اتنين وفي اتنين من ورا يبقى 8. يبقى 4 من الهيستونز، 4 من الهيستونز فوق و4 من الهيستونز تحت، ده بيزك بروتين ولف عليها شريط من الدي ان ايه طوله قد ايه؟ طوله حوالي 10 نانومتر. لف حواليها شريط من الدي ان ايه اتاتشد بهيستون من بره بنسميه اتش 1 هيستون. اتش 1 هيستون. يبقى ايه النيوكليوسوم؟ ده الفانكشنال يونت اوف ذا كروموسوم. بيتكون من 8 بيزك بروتين بنسميها الهيستونز، لف عليها شريط من الدي ان ايه واتاتش بهيستون تاني من بره، من بره بنسميه اتش 1 هيستون. كلهم بيزك بروتين، الهيستونز دي عباره عن بيزك بروتين. دوت تركيب الهيستون يا جماعه. الكاريوتايبنج دوت هنعمله ازاي يا جماعه؟ ان انا عندي بجيب الكروموسومز او بجيب خلايا بتبقى هايلي اكتف، هايلي اكتف خلايا تبقى هايلي اكتف. ادي اهو الهيومن كاريوتايبنج، وقلنا ديت ميثود اوف ستادينج كروموسومز ان ذا ديفايدنج سيلز. ان انا بجيب خلايا هايلي اكتف وبعمل لها كالتشر وبحط الكالتشر ميديا، يعني كالتشر زي مزرعه، ان انا بزرع الخلايا ديت وبعمل كالتشرنج ميديا، بحط كالتشرنج ميديا عشان الخلايا دي تتغذى معايا، تتغذى معايا وما تموتش. وبتوصل للمرحلة علشان تدخل في مرحلة السيل سايكل اللي هي هتنقسم فيها وتعمل ميتوزس. تمام. اجي بقى بدأنا في مراحل الميتوزس، مراحل البروفيز والميتافيز، واجي عند مرحلة الميتافيز واعمل ستوبينج لمراحل الميتوزس، بعمل ستوب للميتوزس. بعمل ستوب بايه؟ بان انا بحط ماده اسمها الكولشيسين. يبقى ايه فايده الكولشيسين اللي انا بحطه في الكالتشر بتاعتي؟ ان انا بضيفه للخلايا عشان تعمل ستوب للميتوزس عند مرحله الميتافيز. ليه؟ لان الميتافيز دي اخر مرحله معايا بيبقى فيها الكروموسوم لسه بيتكون من دبل ستراندز من الكروماتيد، من دبل ستراندز او تو ارمز اوف كروماتين، وانا عايز الكروموسوم وانا بعمل الكاريوتايبنج يبقى كامل، يبقى كامل بيتكون من الفردتين بتوع الكروماتين. فبحط الكولشيسين دوت عشان اعمل ستوب للميتوزس عند مرحله الميتافيز. تمام. بعد ما بعمل للستوب للميتوزس باخد الكالتشر بتاعتي ديت وبعمل ستيننج للكروموسومات. ولما بعمل ستيننج للكروموسومات ببتدي بقى ايه اشوف الميكروسكوبات، الكروموسومات بتاعتي تحت الميكروسكوب وافحصها واشوف عددها، اشوف شكلها، اشوف انواعها. الكاريوتايبنج ده مهم جدا
في الجندر ايدنتيتي ومراحل الانفرتيليتي عند الميل، خصوصا عند الميل. تمام، يبقى عرفنا الكاريوتايبنج بعمله ازاي. انا باخد خلايا بتبقى هايلي اكتف وبزرعها في كلتشر علشان تدخل في مرحله الميتوزس، بعمل ستوب للميتوزس عند الميتافيز بالكولشيسيل، بعد كده بعمل ستيننج للكلتشر بتاعتي وابتدي افحص تحت الميكروسكوب عشان نشوف انواع. ادي ال 22 بير اوف كروموسوم، وادي عندي الاكس والواي بتوعي، الاكس والواي بتوعي. يبقى ده عندي ال 22 كروموسوم، 22 بير اوف كروموسومات، والاكس والواي بتوعي اف كروموسوم. تمام، واضحه جدا. يبقى انا لازم اطلع من المحاضره النهارده عارفه انواع الخلايا في الجسم، عارفه كل نوع من الخلايا دي سوماتيك وجونيدال سيلز، عندي انواعين من الكروموسومات اوتوسومال وسكس كروموسومز، كل نوع بيتكون من كام كروموسوم. تمام، عارفه انواع الكروموسومات تايبس اوف كروموسومز اللي قلنا عليها، اللي هي تيلوسنتريك وسب ميتا سنتريك وميتا سنتريك واكرو سنتريك. طيب اعرف الباكنج بتاع الدي ان ايه لغايه ما يتكون ليه كومبليت كروموسوم، وابقى عارفه الكاريوتايبنج بيتعمل ازاي، الخطوتين البساط اللي قلنا عليهم دول، مش عايزين اكتر منهم. وشكرا ليكم خالص، ويلا شدوا حيلكم باذن الله.